مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كنا بدينا نتكلم على هذه الأدوية اللي موجودة، ولكن الكثير منها خطير، أدوية كيميائية، وشفنا الفرق بين الأدوية الطبيعية ولماذا ما فيهاش أعراض جانبية، والأدوية الكيميائية نتاع الشركة الطبية لماذا فيها أعراض جانبية. اليوم راح نتكلموا، الأسبوع الماضي عفوا تكلمنا على قضية الميدياتور. الميدياتور هذا الدواء اللي دار كثير من المشاكل، والحكومة الفرنسية خضرت تقريبا 30 سنة باش سحباته من السوق، وكان دار أمراض كثيرة للناس، خاصة أمراض قلبية. وشفنا بأن الشركة هذه كانت لها ملاحقات قانونية، وفي ديسمبر هذا اللي فات كانت عطاوا لها خطية أكثر من 145 مليون على تسويق هذا الدواء اللي كان التسويق تاعو مزيف بطريقة أخرى، ودار كثير من المشاكل للناس. اليوم راح نتكلموا على أدوية أخرى اللي صار فيها جدل كبير جدا منذ تقريب 2007، ألا وهي قضية الكوليسترول. الكوليسترول يعطوا للناس أدوية اللي يسموهم الستاتين. الستاتين هذه فيها أنواع كثيرة منها الستاتين، وكثير من الناس هذا الدواء تقريبا منتشر عالميا، والشركات اللي تعمل الستاتين هذو الدواء تاع الكوليسترول عندها ربح هائل جدا، المشكلة ولات، هل الستاتين هذو موجودين باش يعالجوا الناس، ولا موجودين لأن الشركات الطبية تربح فيها كثير؟ فهذا الشيء اللي راح نشوفه اليوم. شفنا في الأسبوع الماضي بأن الأدوية عندهم مشكلين. أولا الأدوية نفسها اللي هي كيميائية وهي تدير مشاكل، وثانيا الشركة الطبية اللي دايرة مشاكل، عندها تسويق غير أخلاقي لهذه الأدوية، وفيه تصوير للبحوث العلمية، وأيضا تأثير قوي على وسائل الإعلام. وشفنا الآن الأشياء اللي ما يتكلموش عليها كثير الإعلام لأن مأثر عليها الشركات الطبية، ما يتكلمش عليها كثير، ألا وهو الملاحقات القانونية ضد الشركات الكبرى هذه كما فايزر وجونسون وجونسون وشركات أخرى اللي الآن فيها متابعات قانونية ضدها. شفنا قضية الميدياتور وين لحقت. بعد 30 سنة الشركة سيرفي قاعدين يلحقوا فيها إلى يومنا هذا. فالمشكل مع الأدوية الكيميائية هذه أنها ما هيش طبيعية، والجسم تاعنا يرفضها، ولهذا نشوف بأن عندها أعراض جانبية، والأعراض الجانبية هذه غالب الأحيان في الحالات اللي نشوف فيها الشركة الطبية تحب تغطيها، ما تحبش تورينا المشاكل اللي راه تدير فيها الأدوية هذه. والمشكل أنها هذا الشركات الطبية تمشي للقانون وتحاول تدافع على القضية تاعها، وعندها فلوس كثير، فيحاولوا كيف يسكتوا الناس اللي الأدوية هذه ضرتهم، ويحبوا يسكتوا الأطباء النزهاء اللي يحبوا يبينوا بأن هذه الأدوية فيها مشاكل كثيرة. وحنا نعرفوا الآن سنويا العديد من الأدوية ينحوها من السوق، يجبدوها من السوق، فمنهم هذو الأدوية نتاع الكآبة، الأدوية نتاع الآلام ليزانالجيزيك، فيها الأدوية ضد الالتهابات، فيها الأدوية نتاع المعدة، نتاع الأعصاب، نتاع السرطان. والآن شفنا قضية هذا الاستاتين، والاستاتين بعض الدراسات تبين لنا تقريب
38% ممكن تدير مرض السكر. هذا من الأعراض الجانبية نتاع الأدوية نتاع الكوليسترول. هذه الأدوية نتاع الكوليسترول اسمهم الاستاتين. نشوفوا بأن كثير من الباحثين النازيين موجودين نتكلموا عليهم كتبوا عليهم وعطوا آراء. من بينهم هذا الطبيب أمريكي اسمه جويل والاك، هذا طبيب تقريب متمرد على الطب نتاعهم، هذا الطب الحديث، وهو كان طب بيطري قبل وبعد ولا طبيب عام، وكان يعالج يشوف بأن الحيوانات اللي تموت ما تموتش من جراء أمراض تأتيهم، ولكن كانوا يموتوا لأن يوقع فيهم نقصان من المعادن. فولا هو مختص في العلاج بالمعادن، ولهذا نشوف عنده كتب عديدة، من بينهم هذا Rare Earths Forbidden Cures اللي هو des métaux rares et des guérisons interdites، يعني معادن نادرة وعلاجات ممنوعة. فيتكلم عليها كثير في هذا، هذا في أمريكا. عنده كتاب Let's Play Doctor، الكتاب هذا خلينا نلعب بالطبيب كأولاد صغار نلعب بالطبيب، ولكن فيه يعطي نصائح عديدة جدا كيف ممكن نعالج أمراض خارج الطب العادي، هذا تاع الشركة الطبية وتاع الأطباء، بأشياء أخرى بالمعادن بالتغذية بالنباتات الطبية بأشياء أخرى. وعنده هذا الكتاب الأخير هذا اللي طلع في 2016 الإبيجينيتيك اللي يقول فيه هنا The Death of the Genetic Theory of Disease Transmission، يقول بأن هنا وصلنا إلى وفاة النظرية اللي تقول بأن الجينات هي اللي تؤدي إلى هي اللي تعطي الأمراض أو توصل الأمراض للجيل اللي يجي فيما بعد. فهذا يقول لنا فيما يخص الكوليسترول، يقول لنا بأن هذا يقول في الثمانينات، وفي ذلك الوقت يعني كانت ستاتين الأدوية تاع الكوليسترول تباع ولا واحد يتكلم عليها. هذا في الثمانينات كان يقول بأن الكوليسترول يودي راه مليح. شكون يقول لكم ما تاكلوش البيض؟ كلوا البيض إذا كان طبعا طبيعي، ما عطوش للدجاج أكل مصطنع. كلوا البيض، كلوا اللحم، كل أخر طالما يكون طبيعي. وهذا كان تقريب هو من الأوائل اللي بدأوا يتكلموا بصفة واضحة علنية على الكوليسترول، يعني الشركة الطبية مسيطرة كثير وتقريب تدجن في الأطباء وتقول لهم بأن الكوليسترول مشكل كبير، يدير أمراض القلب ولابد أن الناس يأخذوه وكاع، إلى درجة أن الآن مثلا طبيب تاعي يكتب لي تقريب كل ربع شهر خمس شهور لابد تاخذ ستاتين لان وصلت انت في السن اكثر من 50 سنة. يحبوا كل الناس اللي من بعد 50 سنة يروحوا الكوليسترول، يعني شيء عجيب جدا. وحنا نشوفوا الدراسات الطبية الان تبين لنا باللي الكوليسترول باللي ستاتينز هذو الادوية تاع الكوليسترول ماهيش مليحة. الانسان اللي جاء وعمل بحث قوي لمدة 30 سنة هو الدكتور هذا ميشيل دولورجيريل اللي كان يشتغل في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا. هذا مركز نتاع الدولة الفرنسية، لو سي ان ار اس نتاع الدولة الفرنسية. في 2007 بعد 30 سنة من الدراسة نتاع الكوليسترول، يعني بقى عقله قاعدك مع الكوليسترول عفوا، قلنا بالستاتين هذو وديرهم ماهمش ملح وممكن يضروا الإنسان، وكتب كتب. فالكتب هذه دوك نشوفوها،
السيد هذا يقول نعاود شويه بالفرنسويه اون اي ان تران دو بارلي دو كوليسترول اجوردي اي اون ا فيو كو بوندون دي ديسني اون نوز ا دي كو لو كوليسترول سي تري موفي بور لو بور نو اي كي فالي بروندر دي ستاتين لي ستاتين ميتنون اي بوكو دو جون كي لي ريميت اون كيستيون انتر اوتر le docteur Wallach aux États-Unis déjà dans les années 80 qui disait que le cholestérol c'était quelque chose de bon, notre organisme en a besoin et qu'il fallait surtout pas penser que c'est un qui cause des problèmes cardiaques. On a eu en 2007 le docteur Delorgeril, voilà, qui a écrit des livres, on va les voir, et il dit ma spécialité est la cardiologie. Le cholestérol et les médicaments contre le cholestérol. Ma conclusion après trois décennies sur ce sujet est que l'affaire du cholestérol et des traitements anti-cholestérol est un épouvantable scandale sanitaire, bien pire que l'affaire du Mediator. La semaine dernière, on a parlé du Mediator. يعني ميشيل دورلوجين يقول أنا اختصاصي هي أمراض القلب. والكوليسترول والأدوية ضد الكوليسترول. فالنتيجة اللي وصلت لها بعد ثلاث عقود 30 سنة ثلاث عقود من البحث في هذا الموضوع تاع الكوليسترول والأدوية تاع الكوليسترول وجدت بأن هذا فضيحة طبية أكثر من الفضيحة تاع الميدياتور اللي تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي. هذا على قضية الكوليسترول اللي كانوا دايرين عليه ضجة دائما بأنه يدير مشاكل وكاع هاهم أطباء يقولوا لنا باللي هذا ماهوش صحيح. وهذا ميشيل دولورجيريل تكلم في بدا في 2007 تقريبا بينما دكتور والاك تكلم في الثمانينات من قبل. فالدكتور دولورجيريل يقول لنا il est urgent que les autorités médicales réunissent enfin un comité de vrais experts indépendants de l'industrie pharmaceutique pour réexaminer les données scientifiques existantes objectivement. Car non seulement les médicaments contre le cholestérol ne sont pas efficaces pour réduire la mortalité cardiovasculaire, mais surtout ils sont toxiques. Et يعني يقول لنا ميشيل دولورجيريل هذا الباحث في المختص في الكوليسترول في الأدوية تاع الكوليسترول قلنا لابد على السلطات الطبية أنها تعمل لجنة تاع مختصين نزيهين حرين من الشركات الطبية وآخرين للبحث العلمي اللي يكون موضوعي يعني ماهوش من حيز لهك ولا هك لان الادويه نتاع الكوليسترول ماهيش فعاله وما تنقصش من امراض القلب وخاصه هي مسممه تسمم الانسان. هذا واش قلنا ميشيل دولورجيريل من بعد ثلاث عقود في البحث في الكوليسترول. كتب كتب عديدة. الأول الكتاب الأول اللي كتبوه في 2007 تقريبا ديت أ فوت ميدسان كو لو كوليسترول إت إينوسون إل فو سوانيورا سون ميديكامون. قولوا للطبيب ديالكم بأن الكوليسترول بريء ما عنده حتى دور فالطبيب راح يعالجكم بدون أدوية راح يوريكم الطرق اللي ممكن تعالجوا بها كثرة الكوليسترول إذا كان أكثر من اللازم. الكتاب الآخر اللي كتبوه وهذا يبدو كتبوه في 2012 كوليسترول منسونج و بروباغاند. Pourquoi les statines sont inutiles? Comment l'industrie manipule les médecins? يقول فيه وهذا باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية تاع فرنسا. الكوليسترول الكذب والدعاية. لماذا الستاتينز الأدوية تاع الكوليسترول لماذا الستاتينز ما هم صالحين وكيف الشركات الطبية تلعب بالأطباء. فهذهما كتابين
قويين لدكتور ميشيل دولورجيريل، وهذه قلنا دراسة نتاع 30 سنة على الكوليسترول. يجينا مشاهدين الكرام ممكن تبدأوا تكلمونا، قولونا إذا عندكم أدوية على الكوليسترول لماذا تأخذها، شحال من سنة وأنتم تأخذوا في الأدوية هذه، هل فادتكم ما فادتكمش، ولا قاعدين نأكلوا في الأدوية هذه وسكتين لأن الطبيب قال وانتهى الأمر. فالأدوية هذه عندها مشاكل كثيرة، كلمونا وطرحونا أسئلة على الكوليسترول وعلى الصحة ديالكم والأمراض تاعكم. من بعد والاك ومن بعد ميشيل دولورجيريل في فرنسا، عندنا هذا الدكتور الجراح لاندل دوايت في أمريكا، يقول يا ناس الكوليسترول راه بريء، ويقول هاني أنا عندي أكثر من 24 سنة كعمل كجراح في مستشفى أمريكي، ويقول جراح القلب مفتوح، ويقول أنه عمل 5000 عملية جراحية على القلب عفوا، ويقول وصلت إلى نتيجة بعد 5000 عملية جراحية على القلب أن الكوليسترول بريء، ما عنده حتى دور في أمراض القلب، ما عنده حتى دور في أمراض القلب. ويقول الشيء اللي راه الآن البحوث العلمية يومنا هذا تأكدوا، يقول بأن الالتهاب المزمن اللي موجود في جسم الإنسان هو اللي أدي إلى أمراض القلب، ماهوش الكوليسترول. والآن عرفوا شفنا مثلا راح نتكلموا فيما بعد على السرطان، وشفنا بنا الكتب الأخيرة اللي خرجت قبل سنة سنتين تقول لنا بأن مشكل السرطان، مشكل أمراض القلب، كله كل الأمراض هذه الخطيرة تبدأ بالتهابات الموجودة اللي تكون خامدة في جسم الإنسان، وبعد تبدأ تتفشى تبدأ تمشي. الالتهابات هذه هي اللي تؤدي للأمراض وتؤدي إلى أمراض القلب. هذا لندن دوايك قالها أنه تقريب في 2012، الآن عنده 10 سنين من اللي قال الكلام هذا. وهذا من بعد طبعا داروا له مشاكل كما داروا الأطباء آخرين. عدنا يجينا في 2013 البروفيسور فيليب إيفن يتكلم من نفسه عن الكوليسترول وعلى الاستاتين 2013. هذا البروفيسور إيفن هذا كان سابقا العميد تاع الكلية الطبية في باريس، كلية طبية معروفة كبيرة، وبعد ولا رئيس معهد نكار الطبي معروف كبير في باريس. كان في 2012، مانيش عارف إذا مازال إلى يومنا هذا ولا لا. على كل البروفيسور إيفان وش عمل في 2012؟ عمل قرار طلبوا منه ساركوزي، يعمل قرار على قضية الميدياتور، هذا الدول اللي تكلمنا عليه الأسبوع الماضي واللي دار فضيحة كبيرة. فهو عمل قرار قوي جدا ينقد فيه الميدياتور والشركة اللي خدمته، شركة سيرفيي. فيجي فيما بعد في 2012 يدير كتاب آخر سماه La vérité sur le cholestérol et les statines. في 2012 كتب هذا الكتاب الحقيقة حول الكوليسترول، وطبعا حول الكتاب حول الكوليسترول، ويتكلم فيه بزاف وينقد هذا الاستاتين الأدوية أنت الكوليسترول. وش يقول في الكتاب هذا؟ يقول بأن الأدوية هذه خطيرة وأنها ما نحتاجوهاش، ما عندهاش عمل فعلي، لكن الرخص اللي يعطوها تعطيها الحكومات باش تسحب هذه الأدوية باش يخرجوها من السوق، يعني لابد أنها تخرج من السوق، يقول ما قدروش يخرجوها من السوق لأن الصناعة الطبية أو الشركات الطبية عندها نفوذ قوي على السلطات الصحية وعلى الأطباء. هذا طبيب فرنسي كبير يقول في هذا الكلام، ويزيد يقول في الكتاب هذا
L'industrie pharmaceutique est la plus lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries. الشركات الطبية هي اللي عندها ربح كبير اللي ما هيش بالية بالأمور وهي اللي عندها اتجاه أخلاقي أقل من كل الشركات أو الصناعات الأخرى. فنرجع هنا للنقد تاع الشركات الطبية اللي نعرفه الآن. في 2004 مثلا كان الربح تاعها في المرتبة الثالثة بعد الأسلحة والبترول. الآن تفوقت على الأسلحة وتفوقت على البترول بالربح تاعها. هما تقريبا كاين 6 ولا 7 شركات كبيرة جدا في العالم اللي تنتج الأدوية هذه، من بينها فايزر، من بينها سيربيي، من بينها الشركات الألمانية باير مثلا، وشركة أخرى جونسون جونسون. كل هذه الشركات عندها ربح قوي جدا، ولهذا يحاولوا يسوقوا الأدوية بكل الطرق اللازمة، ولهذا يعملوا كل شيء. لكن شوفوا بينا في 2015 هذا الكتاب كتبوا البروفيسور إيفان في 2013، يجينا في 2015 عامين من بعد كان أطباء كبار في فرنسا حضروا نفوسهم وجاءوا ونقدوا الشيء اللي قالوا البروفيسور إيفان. قال لك لا، الكوليسترول موجود ويدير مشاكل، ولهذا لابد أننا نبقى نمد في الأدوية تاع الاستاتين. لكن الناس ولو في فرنسا خاصة الناس اللي تبعوا ولو ما يحبوش الاستاتين، وعادوا الناس اللي كانوا يستعملوا الاستاتين العدد تاعهم نقص كثير جدا، نقص تقريبا ب 11%، لأن الناس ولات تخاف من هذه الأدوية. ونشوفوا طبيا أن هذه الأدوية ممكن تؤدي إلى في المستقبل إلى باركنسون. هنالك بعض البحوث تقول باركنسون، ممكن ألزايمر، فيها كثير. طبعا البحوث العلمية تأتي بنتائج، وبحوث علمية أخرى ممكن تناقضها، فالعمل الطبي العلمي ماشي. فيجي ايضا البروفيسور إيفان مع هذا البروفيسور برنار دوبري اللي هو كان نائب في البرلمان الفرنسي كان في ذلك الوقت. في 2016 طبعوا هذا الكتاب دليل 4000 أدوية اللي مهمة غير مهمة أو خطيرة، مهمة غير مهمة أو خطيرة. وفي هذا يقولون أن 35% من الأدوية ما هيش صالحة، 25% من الأدوية ما يتحملوهاش الناس، 5% من الأدوية ممكن تكون خطيرة، لكن 75% من هذه الأدوية في فرنسا إذا لا سيكوريتي سوسيال أما النظام الاجتماعي عاود يمدها. ويقولوا بأن هنالك أكثر من 100,000 حدث من جراء الأدوية هذه اللي يحدث في فرنسا، وتقريبا 30,000 ناس يموتوا سنويا من جراء هذه الأدوية. نبدأ في المكالمات. عندنا الأخ السعدي من فرنسا. سي سعدي السلام عليكم. سي سعدي من فرنسا. إيه وي أنا نهضر معك نسمع فيك وي. ألو. سي سعدي. وي نعم وي. ممكن أبقى معنا شوية نأخذ مكالمة أخرى ومن بعد نرجع لك. أنا للسلام. تفضل. عندنا الأخت عائشة من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك أختي. الله يسلمك عيشك. تفضلي أختي. نهضر. السلام عليكم. تفضلي نسمع فيك. أولا هاني نسمع فيك، طفي التلفزيون من فضلك. طفي يعطيك الصحة سنة رحم والديك. عليكم السلام دكتور. تفضلي. صافي عندي سمانة دوك دكتور، عندي سمانة وانا يطلع لي السكر بورتون جو في اتونسيون، يعني ما ناكلش الوسمو، ما ناكلش السكر، ما ناكلش، ونشرب تريتمون تاع الديابيت ويطلع لي السكر، وعندي بروبليم حاشاك ندخل بزاف للتواليت
ما نحكمش لي زيري نتاعو اي حاجه. شحال في عمرك؟ عندي قريب 70 عام. الله يبارك. بارك فيك عايش. انت تاخذي الادويه على مرض السكر ولا ما تاخذيش؟ ناخذ جلوكوفاج وناخذ وحبه ديال ميكرون. جلوكوفاج بلا ما عاودتيش شفت الطبيب يسقم لك الدوزاج نتاع الدواوات هذا؟ رحت ديجا كانت في العطله تاع يناير. ايوا. وكي شفت روحي هكاك حاجتك ما نحكمش. وغدوه دوك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نروح نشوفها. خلاص شوفيها وشوفيها ممكن عفوا ممكن تحولك لتحاليل على قضيه هو قضيه التحكم في البول فيها في تدريب الانسان الكبار السن ممكن هذا يبدا يحدث لهم من بعد 60 70 ممكن الانسان يبقى ما يتحكمش ولهذا كثير من الناس دوك يديروا هذوك لي كوش لكن في اشياء ممكن الانسان يستعملها باش يحاول ينقص من المشكل هذا طبيا انا نظن شوفي الطبيب شوفي واش يقول لك ولا واش تقول لك الطبيبه وممكن ترجعي لنا في الاسبوع القادم اذا ما عطاولك شيء لهذا القضيه التحكم في البول ارجعي لي ممكن نعطيك بعض النصائح انايا اللي ممكن تطبقيها جانبيا. داكور. السكر ممكن في منه فيما ياخذ السكر اختي شوفي فيها دائما تنظيم الاكل تاعنا. اولا 70 سنه المفروض في الليل الانسان ما ياكلش، كولي مليح في الصباح، كولي شويه ثاني في الغداء، وكولي شلايز بزاف، ديري الماء القارص بال مع زيت الزيتون في الماكله في الشلاظه في كل حاجه الجواز ديري فيه شويه كي تسقي لنفسك ديري شويه زيت الزيتون وشويه قارص هذو دخليهم في كل حاجه علاش؟ لان ينقصوا من هذا المشكل الكوليسترول يصفوا الدم ينقوا الدم كله ويزيد حتى يتحكموا في العضلات الداخليه باش تتصلب شويه باش يعود الامراض ما تعودش تجي بصفه عامه هذا من جهه اشربي الماء بالقارص يوميا ايضا هذا وحده خوزي مثلا شويه شيح ايضا الشيح مليح لمرض السكر عندي داكور اي والله ديري مغرف صغيره تاع قهوه في الماء بارد في الليل وفي الصباح قبضي هذاك الماء صفي وشربي الماء هذا كل صباح هكذا زيدي زيادة على هذا في 70 دائما ننصح الناس زيادة خذي مغرف تاع قهوة تاع كركم كل صباح بشوية ماء سخون هذا يصلح الحاجات كثيرة في جسم الإنسان هكذا ربي يجيب الشفاء وإذا شفتي قضية التحكم في البول واحد ما أعطاك نصائح أرجعي لي الأسبوع القادم إن شاء الله ممكن نكلمك بالتليفون ونعطيك بعض النصائح صحتك الله يسلمك يحملك. الله يهنيك الاخ سعدي من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بك خويا تفضل انا قلت لك انا عندي عملت التحاليل اسمها لي عديد لقيت عندي البوتانسيون زايده البوتانسيون تعمل سيزدو ايوا قالوا دوماندي واش لازمني باش نهبطها والاطباء واش قالوا لك؟ الاطباء عطاني واحد الدواء واحد البوده نحطها ما عرفتش لي دو جور في الماء ونشربها الصباح ونشربها بارجور انفورما تولي دو جور اي والله ولا طونسيون طالعه بزاف ولا شويه شحال قالوا لك؟ طونسيون واش طونسيون؟ نعم؟ نعم شحال؟ سي سعدي؟ الو ايش لا طونسيون طالعه شحال؟ باش لا طونسيون لا طونسيون تاعي نورمال البوتانسيون اي ما هو المشكل اذا؟ عندي البوتانسيون زايده نورمالمون قال لك الطبيب تاعي قال لي عندك البوتانسيون زايده اي لا طونسيون زايده باش لا طونسيون البوتانسيون لي بوتانسيون يعني ناقصه حابطه لي بوتانسيون هي الضغط تاع الدم لا طونسيون كي تحبط الطبيب قال لي ما راهش مليح قال لك لا طونسيون تاعك نازله بوتونسيو
شوف كاين زايدة هايبرتونسيون دونك ما راهيش مليحة. إلا راهي زايدة ما يهمش إلا لا طونسيون راهي زايدة أما عطاولك الدواء. شنو الطونسيون؟ البوتونسيون رشيد البوتونسيون. فوالا سي صاوي هذا هو البوتاسيوم. البوتاسيوم خلاص عمل تبع واش قال لك على البوتاسيوم تبع الطبيب واش قال لك. شوف من على نعم شوف من على شهر البوتاسيوم ايه شوف من على شهر ما قال لكش انت علاش البوتاسيوم ما زاره طالع. مثلا تاكل الموز تاكل البنان كثير ولا سي سادي ما قال لي خلاص. اما شوف عاود جرب الدواء هذا لمده شهر. قال لي ما تاكلهاش. قال لي ما تاكلش هذا هو. ايه هذا هو تراني نقول لك خلاص. اما جرب الدواء اللي عطاه لك الطبيب لمده شهر ومن بعد شهر شوف الى فادك ولا ما فادكش. اللي ما فادش ارجع لنا نشوف واش نعطوا لك. بارك الله فيك. عندنا الاخت ماريا من باتنا. السلام عليكم ماريا من باتنا. وعليكم السلام. اهلا بك اختي تفضلي. اخويا حابه انا سقسيه الدكتور. انا عندي الغده. عندك الغده الدرقيه؟ اه ايه حابطه ولا طالعه؟ يبدو أن الأخت ماريا من باتنا فقدناها مع الأسف. عندها ان بروبليم دو تيرويد ما ناش عارفين إلى إيبو تيرويدي ممكن تكون هذه أو إيبر تيرويدي يعني التيرويد طالعة. فنشوفوا ترجع لنا الأخت هذه ومن بعد نشوفوا. عندنا الأخ مصطفى من الأخ ألو. مصطفى من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. أهلا بك خويا. سلمك. أنا حبيت جيت نقولك كيف هدرت السمانة اللي فاتت مع أبوم مع الانفكسيون كيف واشني هو الويل إسونسيال هو الانفكسيون هذه توجور عندي لانفيكسيون. لانفيكسيون وين؟ في لابواترين جبتها من الجزائر طون شاك فوا تحكم لي اون فوا دو فوا في العام. واش تجيك لابرونشيت ولا تجيك السعلة؟ تجي لي لابرونشيت دروك صافا شوية. معاهم كلام مع عمي حبيت إذا باسكو من بنتي تجي لها شوية ما توجور. أيوة. وانت وين تسكن في فرنسا؟ في باري. راك في باري. شحال في عمرك الحاج؟ 63. مازلت صغير خويا. بون. اولا راك تاخذ دواوات ولا ما راكش تاخذ؟ نو ما ناخذش. شوف انا ننصح تبع لي كونساي تاعك ما ناخذهمش. نو الله يبارك. خذ شوف خذ روح شري من عند الاماكن وين يبيعوا الاعشاب دي زيربوريستوري. وي شري زعتره لو تان. لو تان وي. ايه شري زعتره تقبض مغرف نتاع زعتره ديرها في طويس هكذا وغير يغلي الماء تفرغ فوقها وتغطيها. وي وتشرب تدير هذه ومن بعد تصفي من بعد 5 دقائق 7 دقائق تصفي وتشرب. تشرب هذا 3 مرات في النهار. داكور. هذه وحده. جرب هذا لمده اسبوع اسبوعين ورجع لي بالخبر. عاود كلمنا ورجع لي بالخبر. داكور. هكذا. وبنتك اذا عندها نفس الشيء تعمل نفس الشيء. داكور. زعتر يا با بروبليم. فوالا حاجه سهله وتساعد كثير كثير كثير. وعندك ثاني اذا حبيت تقدر تدير تسخن تقطع البصل تسخنه مليح وتديره على صدرك في الليل وتربط وترقد به.
هذاك هذه حاجه سهله. الناس ما يحبوش يعملوهم، ما يحبوا الدواوات، لكن الانسان اللي حب الدواء الطبيعي يبدا بالشيء السهل قبل ما نروحوا للحاجات اللي تكون شويه قويه. البصل نديره كنسير، وكما قلت صافي واحده كات ولا ثانك مو هكا ولا بلوس هكذا كي تشوف تقبضوا تحمسوا شويه في المقله ولا بلا ما دير له زيت، تحمسوا شويه ديروا في كاش كتانه وديروا على صدرك وتربط. داكور هكذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندنا الاخ مروان من بريطانيا. السلام عليكم سي مروان. السلام عليكم الشيخ. اهلا بك خويا. بارك الله فيك. تفضل. حبيت نسالك برك، انا عندي مده شهرين اللي فاتت جاتني طلع لي شويه فقط الدم، بعدين بعد اسبوع ما طلعش كثير، طلع شويه فقط، بعد اسبوع ولا الاذن تاعي اصبحت فيه طنين شفر. ايه بدا الطنين. ايه وبعدين ولا قلبي يخبط معها، كل ما تزيد الصوت هذا كيزيد يولي قلبي يخبط. وبعد ودرت تحليلات، كنت ثلاث مرات وانا ندير في التحليلات يقولوا لي ما عندك ولا شيء ولا. بعدين اكلت الثوم. ايوه عندما اكلت الثوم الاسبوع اللي فات ضربه الخفقان تاع القلب توقف كله. ايوه ما عنديش ولا عندي غير الصوت، وعندي دوخه، يعني الدوخه هذيك جاتني مع الصوت، عندما جاتني الصوت جاني جاتني الدوخه. عندي هذه الدوخه مازال ما راحتش. شحال في عمرك سي مروان؟ انا دوكا 49. الله يبارك، مازلت صغير خويا. الله اوكي. الاكل تاعك كيف؟ واش تاكل؟ تاكل برا؟ تاكل العجاج؟ غيرت كاع الاكل، عندي شهرين غيرت كاع الاكل. الله يبارك. ناكل في الدار لكن مرات ناكل برا. الان راني غير الخضر يعني. ايه مرات ماهيش مشكله. شوف ممكن يكون عندك ضغط على الدم، عملت تحاليل ولا ما عملتش؟ درت ثلاث مرات تحاليل هنايا. ايه ويقول لك ما كاين والو. ما كان ولا شيء، قالوا لي عندك شويه مرتفع، شويه ضغط الدم مرتفع هكذا كاين. ايوه وبعدين يعاود يخف يعاود يرجع عاد. اوكي. وعندي وعندي راسي من وراء هكذا هذو الايام يعني شويه فيه ضغط. وبعدين إيه. يتوقف. ما على باليش ولا هواء ولا خلاص. شوف 49 سنه تقدر تعمل صيام علاجي تاع 7 ايام؟ نقدر. الله يبارك. هذه احسن دواء تقدر تديرو الكثير من الاشياء في دوك. حنا ماناش عارفين هل هو ضغط الدم اللي راه يدير هكذا، هل هو حاجه اخرى. الوزن تاعك شحال؟ نقص شويه، نقص لي. علاش نقص؟ خاطر ما كنتش نرقد في الليل وما عرفتش ناكل كيما كنت. شحال عندك؟ شحال توزن؟ انا دوك راني 58، كنت 64. والطول تاعك شحال؟ 174. 174 صابا لا باس. راك الوزن تاعك راه لا باس. دونك بون ماهوش الوزن. بون درت تحاليل قالوا لك الكوليسترول راه بيان. خاطر الكوليسترول نتكلموا عليه يعني يحتاجه الجسم تاعنا، لكن بعض الاحيان يطلع كثير. انا واش ننصحك؟ اولا تروح للانترنت تحبط الوثيقه فرنسويه، مش هتقرا فرنسويه. حبطها واسمها هايليك على الشاشه راك تشوف فيها الان. مانيش نشوفها في التلفزيون. خلاص واسمها واسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف اي جينيرال. اوكي استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف اي جينيرال. باسمي ولا دير اسمي رشيد مسعودي ولا تحبط لك. حبطها وطبق تعديل الاكل اللي فيها. ثانيا اذا عملت صيام تاع 7 ايام ما تاخذ غير زوج ريتلات ماء مع زوج حبات قارص كل يوم. كل يوم ما شاء الله 7 ايام والو، تشوف الصحه تاعك. عاود رجع لي هنا بعد 7 ايام الاسبوع القادم ان شاء الله وخبرنا. وحبيت نسالك معليش، علاش كي ضربت الثوم كي شربت الثوم توقف الخفقان تاع القلب؟ لان ممكن يكون مشكل تاع الكوليسترول، الثوم تحبط الكوليسترول وتنقي الدم ايضا. لان عندما ضربته خلاص توقف. عفوا تحبط ضغط الدم مش الكوليسترول. حتى الكوليسترول عندها تاثير عليك، تحبط ضغط الدم لانها تصفي الدم تاع الانسان وعندها مفعولات مفعول اخر فيما يخص القلب. انا ننصحك تكمل تروح تشري من عند هولندن بارت.
تشري الاخر غارليك بيرلز وتحاول توصيها تستعملهم. انا نضرب فيها شريتوني نضرب فيها فوالا هكذا. حاول هكذا دير صيام العلاجي ورجع لنا ان شاء الله. ولكن اسمح لي اسمح لي والضغط تاع الضغط تاع من وراء بفرط هذا الضغط ولا الهواء يعني انا ما نقدرش نشخصه هنا لان لابد يكون وقت كثير وعندنا مكالمات كثيره خاصه أوكي. من الجزائر فممكن جرب اللي قلت لك عليه وارجع لي بعد اسبوع يا اخو بارك الله. الله يسلمك الله يهنيك. عندنا الاخت مالينا من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. اهلا بك اختي. واش راك لاباس؟ الله يسلمك بارك الله فيك تفضلي. الحمد لله. دكتور عندي ماني تشرب دواء تاع كوليسترول صافي دوكا 4 ans. اي والله واش تاخذ؟ كنت نسمع فيك شغل خفت وعندي شحال ما درت لهاش لي زاناليز واش تنصحني ندير؟ الله يبارك. شحال شحال في عمرها؟ عندها 90 سنة. الله يبارك يبارك فيك. ايه 90 سنة. انا ننصحك عاودي شوفي الطبيب قولي له هل فعلا تحتاج الكميه هذه تاع الكوليسترول يا اما اللي عطى لها الكوليسترول هذا يا اما ينقص لها شويه ولا يقول لك هذا تحتاجه هو لان الان بان 90 سنه في عمرها راهي لاباس عليها مع هذا الكوليسترول. لا لا عندها الزهايمر عندها لاتونسيون عندها امراض اخرى يا فانا يعني هذه تحتاج ما تشربوش كل يوم نهار على نهار. لا هو الطبيب اللي قالها تشربي نهار على نهار ولا هي راهي تشرب هكذا؟ لا لا الميتسا الى الميتسا قالها من حين لاخر ممكن احتياطيا مانيش عارف لكن انت ديري لها ايضا شويه في النهار كاس سنين بشويه قارص. نعم ايه وشوفي انا قلت لك نصحك تروحي تعاودي تشوفي الطبيب قولي له هل فعلا تحتاج كل دواء تاع الكوليسترول ولا لا؟ ان شاء الله هكذا. صحة دكتور. الله يسلمك اختي. وميرسي عليك. بالسلامة الله يسلمك. عندنا الاخ حميد من بومرداس. اخ حميد. هل عندنا الاخ حميد من بومرداس؟ أخ حميد أنا نسمع في التلفزيون تاع الأخ حميد بصح مانيش نسمع فيه هو. هلو دكتور. أهلا بك. مساء النور دكتور. تفضل. مساء الخير دكتور واش راك؟ أهلا بك. ممكن طفي التلفزيون من فضلك؟ نعم. طفي التلفزيون. الله ينورك. الله يسلمك. دكتور الله يعيشك أنا عايش لك شمن اللي فاتك. أيوا. عيط لك شنو اللي فاتت قلت لك انايا عندي ديبيت بروستات قال لي راهي منفخه شويه. اي والله. ومن بعد الطبيب تاعي بعثني قال لي دير ليكوغرافي. اها. درت ليكوغرافي عاودت رجعت له في ليكوغرافي قال لي الاخر قال لي عندك شويه شحم في الكبده في الكبده. ايوه. قال لي وعندك شويه البروستات منفخه. اي والله. ومن بعد نهار عاودت رجعت للطبيب تاعي قال لي كمل خرج لي واحد ثلاث مواقع خرج لي بروستاميت. ايوا هذه وقال لي نشرب فيها صافي 28 تخلص لي هي فيها 30 حبه. الله يبارك. الله يبارك فيك الدكتور واش تنصحني؟ خلاص شوف انت اولا كي تخلصها عاود روح شوف الطبيب ولا دير تحاليل اخرى وشوف الى الانتفاخ هذاك راح ولا ما راحش. إذا حبيت الجانب الطبيعي. نعم. الجانب الطبيعي سهل تقبض سبع بصلات متوسطة هكذا بالقشرة ديالهم بالقشرة ديالهم وتغليهم اقسمهم على سنين كل وحدة تغليهم في ريتلا وربع تاعما. صح. غليهم واحد 20 دقيقة. صح. وشرب الماء هذاك كل في طول النهار. طول نهار نشرب الماء هذاك. ايه يعني ريتلا تبقى لك واحد الريتلا من بعد اللي يغلي الماء هذاك. صح. هذيك الريتلا شربها في النهار كاس كل ساعتين ولا حاجه. ودير هذا لمده 7 ايام. كل يوم 7 بصلات. ايه. كل يوم المفروض من بعد 7 ايام البروستات تولي حجمها العادي. ربي يعيشك دكتور الله. هذه واحده. هذه فيما يخص البروستات. الشيء الثاني
فيما يخص الشحم في الكبده الاستياتوز هيباتيك، هذه ممكن تقبض الكرومبيط. كرومبيط كرومبيط الى عندك اله اللي تعصر، ماشي اللي تطحن، اللي تعصر. اللي تعصر صح، تعصر. تدير كاس صغير الصباح وكاس صغير العشيه تاع نتاع الكرومبيط، العصير تاع الكرومبيط، وتشربوا صباح وعشيه. صباح وعشيه تشربوا لمده اسبوعين تقريبا. مده اسبوعين؟ ايه اسبوعين ثلاثه، ومن بعد تحاول تروح تدير التحاليل وارجع لنا ان شاء الله. عندنا المكالمة الأخيرة، الأخ جمال من بجاية. سي جمال السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بك خويا، تفضل. بالخف من فضلك لأن الوقت يداهمنا. معليش دكتور، حبيت تفهمني برك صيام تاع سبع أيام هذاك. أيوا. وزيد عندي بروبليم أخر، عندي تقرحات داخل فمي. واش عندك سمح لي؟ داخل فمي يروح ويولي يوجعني الداخل، شغل تجرح ومن بعد يتبرى ومن بعد يولي الداخل. ايوا، وكش ما راكوت تاخذ فيك كاش دواوات ولا؟ عندي السكر تيب 2. عندك ديابيت تيب 2؟ ايه. واش راك تاخذ دواوات عليه؟ نعم. من وقتاش وانت يجيك الحب هذا في فمك؟ من كورونا لهنا، ب 2019. وشحال وانت تاخذ في الدواء تاع مرض السكر؟ عندي 10 سنين. والدواء هذا بدلوا لك طبيب ولا ما بدلوش؟ ما بدلو ليش، راح كذا يعطيني لفوم بعد نديرو فيه فم يتنحى، ومن بعد 15 سنين يولي كما كان. ايوا شوف، انت عندك الانترنت ولا ما عندكش؟ عندي. اذا عندك الانترنت تطلع للانترنت واضرب استراتيجي نوتريسيونيل دو سونتي ديجستيف اي جينيرال اللي قلتها للسيد قبلك. نعم. هذه الوثيقة حبطها، بدل الأكل ديالك وشوف إذا قدر تعمل صيام علاجي نتاع سبع أيام. الله يبارك. شحال في عمرك سي جمال؟ سي جمال 51. واحد 51. 51 الله يبارك. تقدر لهم سبع أيام، تقدر لهم، ماشي مشكل. عفوا، سبع أيام غير بالماء والقارص، زوج حبات قارص في زوج رتلات ماء كل يوم. وتقدر تدير شربة خضر خفيفة، لأن راك تاخذ في الدواوات تاع الكوليسترول تاع مر السكر. شربة خضر خفيفة كل يوم، كل منها كيما حبيت، صباح العشية في الليل كيما حبيت. شربة خفيفة بالبصل والكرافس والزرودية والبورو. داكور. هكذا، وزيد لها شوية معدنوس وشويه فلفل كحل، وطبعا شويه زيت الزيتون كذا. هكذا هذا با تاخذ الدواوات نتاع مرض السكر. دير سبع ايام هكذا وارجع ليا في الاسبوع القادم ان شاء الله. هذا سي جمال، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، ما كملناش الحصه وصلنا الى نهايه هذا الحصه اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، إن شاء الله راكم استفدتوا منها. وإذا عندكم أسئلة على هذا الموضوع في الأسبوع القادم، قضية الكوليسترول، كلمونا إن شاء الله، سأكون معكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.